الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء وشريعة نقية عراء ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الرابعة من النصف الثاني من شهر رمضان عام 1443 نتدارس وإياكم تفسير سورة يوسف. قد توقفنا البارحة عند قوله جل وعلا: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك الآية. ذكرنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهو صغير رأى في المنام أمرا عجيبا وأمرا علويا سماويا، وهو سجود الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر له. فقص رؤيته على أبيه والتمس يعقوب عليه السلام من تلك الرؤيا مقاما وعلوا، مقاما عاليا ورفعة لابنه، وخشي من إخوته الذين علم منهم الغيرة من أخيهم يوسف، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك. قد ذكرنا أنه ينبغي للإنسان أن لا يفشي برامجه وأحلامه وطموحاته لمن يظن منه من حسن، كما هو الحال في يوسف عليه الصلاة والسلام. ولا بن يوسف عليه الصلاه والسلام يقول ترقيثني نصيغ الوفر، ترقيثني عليك سعد مقام القران، اما ظلمنا الكواكب اللي طيش الدور السجن. يوسف يعقوب عليه السلام يولى يبلي ترقيثكي ترقيثي ساعه نزل القران وتسعو لمقام القران يميس يوسف، ويزراني بلي اثمث ليس يولى ليس كرم تسميه إني أسميه وحبه يرى تقصدك إيوا ثمثلي أي خمن أين ندير تحبه يرى ندي بلي بلاد ندي دوني ثكي ويحبه يرى لي بروجي نسيني نتمني إني السلام لي بني اللي بغادي يخدم هذه يجد السلام يا لا ذات النعمة لسعى مع السلام كل يوم يسعى النعمة ولا بد يسعى مع السلام لكل ذي نعمة محسن يعني يلي يوسع لما يدأني لفلس حسن. فقال لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، ثم علل بالشيطان وكأنه يقول إخوتك ضحايا إن فعلوا لك شيئا فهم ضحايا، لا يغير صدر ابنه على إخوته. هنا الشيطان لا أعلم من النمي ما يلي كانت تخذ منه ثم ثنيك ينكي إن هني خضان الشيطان هني إثني ذنبه يفغي انا غادي السبوات ولا نميس في ثمان نيس ديك تصرف قال عامي يا مولانا السبوات انا راهو نسبو درس اصدم المحبه درس ان الشيطان عدو مبين نساني عدو مبين. ثم جاء قوله تعالى اي قول بعد الايه قلت له لو اخذت من مصحف لكان احسن يكون امتع وادق وانقى. شفت تبعنا تولي من الآيات، من الآية التي بعدها؟ رأيتها؟ إذا لستم نحن ماشي يدينا، من يكثر المصحف أتولي واش الآيات؟ يسأل المصحف، المصحف القرطبي باش تجي يمين، ماشي كي راكم تسمو ديك الآيات وزاد كي قال الآيات، تبريبار تسمع إلى المصحف ديالي في سنين. ثم قال جل وعلا: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه الآية موضعها في غاية النسق، وكأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما خوف ابنه الآن يوسف في مقام الخوف
لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. الخوف من كيد إخوتي والخوف من الشيطان، فهو الآن في مقام خوف وتخوف. وكأن يوسف عليه الصلاة والسلام في نفسه أسئلة، لماذا إخوتي يكيدوا لي؟ ما الذي جرى؟ ما سبب هذا الكيد؟ ولماذا يدفع الشيطان إخوتي ويؤلبهم علي؟ تساؤلات. فجاءت هذه الآية وهذه الوصية من يعقوب تخفيفا، يخفف من خوف ابنه. إذا كان واحد في محشور في قالب خوفه، ازرع له أملا وبشرى، لا تزد عليه. هنا لم يوسف لا يدري ما الذي في هذه الرؤية، لا يدري. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يوسف خائف من إخوته من الشيطان، وكذلك يعني مع هذه الرؤية كذلك يجتبيك ربك، ستكون من المجتبين المصطفين، تكون من الأخيار. يجتبيك ربك جل وعلا مقام اجتماعي عالي، وهو ربما المشار إليه في توليه المالية والملك والحكم، ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذه سهلة، يعلمك من تأويل الأحاديث، يتعلم تأويل الرؤية والأحداث، يلتمس من الأحداث أمورا ومعاني، يعلمك من تأويل الأحاديث، وتأويل الأحاديث علم يؤتاه من الله جل وعلا من يستحقه ومن هو أهل له، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يتم النعمة كي لا هي النبوة، وستكون نبيا بدليل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. لماذا أتم النعمة على إبراهيم وإسحاق؟ بالنبوة، ثم بيعقوب بالنبوة، ثم يوسف بالنبوة، يتمها عليك. فهذا مقام التبشير في مقام الخوف والنذير، وهذا هو الأسلوب المعمول به لأولي الألباب وأصحاب الحكم. نضرب على هذا مثلا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، وحفر الخندق كان شاقا على الصحابة جدا، ثم عثروا على حجرة قوية لا تضربها المعاول، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المعول وقال بسم الله وضرب الضربة الأولى، وهم في حزن وكرب وشدة والأحزاب من حولهم أمر، وبلغت القلوب الحناجر، أمر مهول جدا وخوف. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الأولى؟ الله أكبر، الله أكبر، إني أرى كنوز الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. لم يبشرهم فقط بأنهم سينتصروا في تلك الغزوة، غزوة الأحزاب، بل إلى ما أبعد من هذا، أنهم سيملكون ملك الشام. ثم قال في الضربة الثانية: الله أكبر، إني أرى ملك الفرس، وإني لأبصر مدائن قصر المدائن أبيض الساعة. ثم الضربة الثالثة: الله أكبر، إني لأرى ملك اليمن، وإني لأبصر أبواب صنعاء الساعة. هذا هو الأدب مع من كان في ضنك وشدة، أن تبشره وتفرحه ولا تستعليه. لكي سيدنا يعقوب مسينا من مس يثلجثني لميس وتحكوا يانا أثمتني في خير من أين ندير الشيطان. ذاك يوسف من الصغير تقرو وزريرة يخلع أثمتني ويتكرني في السن الشيطان ليأتي الدخل يسعني السلفان يسعني هي غير يخلو أثمتني وكشي لله يوسف لا يكي يستبشير على الخير يعني يسدغني أكيد يجتبك يعني أدفرانك
أدي في الأول الجمذانين أكن دي في الأول النبي أدي في الأول الجمذانين وكيسلم السيد يا ربي أم كانت فروض تيرجع والفروض تيمسال تديالي في المسلم وكي كمل لكي جمل أبي جمل في الله النعمة وتسيدي كمل في الله أكمل تكمل غف ذاك يسمع إسحاق أكد يعلم يعني ذو إصحاق النبي إصحيح إبليلك يضغمك الطيقك الخوفك إصحيح ذاك كان يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكل مدنا لغزوة الخندق سميت صدم الأحزاب وسدك يحريش يمسي الكفار اليهود اللي جمع له كله أتصدم لها في المدينة من يدي القناة سلم الفارسي ليس أنا ليس أطرش أتصغي وعر الخوف أتصدم لك الكفار سير صيار إن الحلام اللي مرتاع غير ذلك من الديون البزرون القاسح وعر وسلم الله رحنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل شتي نسأل بزرون يطفل في محصص من الزين يوكي وكيثا ماشي سمينا الله أكبر أقل سوالير الكنوز نشان الروم تيجي السنة سقل سوالير الكنوز الفرس لقاس تيجي السنة سقل سوالير الكنوز اليمن نون سلمون يصفحيك لبلي تيخي تقول ما كان فرس بس يعني مازال الانتصار مازال بصر القرآن كنوز الشام الروم والفرس لليمن المعنى البوان مين اللي يمون لقوه في الهي مين اللي يمون هذا الطيق الصحيح في كس دايم خسيما أتصولت يدميت وطانة البلاء الصحيح بلي الشكل لها سليل الدارة جاوب بالعالمين أصدفك التبشيرات الخير ماشي كاريا لكي يستعرض تصنع زرية تنبي فكي تفهي مانا ومستدسفر يا لبا بس بابا سردر وراء استدسفر إني يسكنوا تمسلتكي مقرأت في العلايات وتحكوين وثمثني ما عند يسفر هذا شيء يسفر يستنبي فكي دي كريم السلام أكي كرم سيدة ربي ودي فلو غير يمنان وتنمضو مكسفرو تيريا وتسفر تيدياني يانا أتجمل في ذلك النعمة يسفهم أصدق ثاني ذلك اليتيم إن ربك عليم حكيم الله يعلم حيث يجعل رسالته كل شيء من الله عز وجل بعلم وبحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فلا بد مع العلم من الحكمة قد تكون عالما حافظا تحفظ كل كتب السنة والحديث وتحفظ القرآن ولكن لا حكمة لك متى تنطق ومتى لا تنطق ماذا تقول ماذا تقدم ماذا تؤخر هذه الحكمة من أعظم النعم على العالم ومن لم تكن له حكمة أو حكمته وكان عالما لم ينفع علمه ودح سبيله وعكسه وأضر وما نفع إن ربك عليم سبحانه وتعالى ربي العليم بالحكيم ذا مسلم الحكمة الحكمة اللوهي أتصر من قصة ستمسة تكين قلت لي يلتم سكس ومضى حس يون شكل علمة الحكمة ذا مسلم إلا قد إلقى أتسكنوا السلوهي ما دليون العالم يغرب كل شيء موسى يرمى الحكمة لوهي من ما ينطق من ما من ما ينطق من ما يسوس ذا شو قد يسوى شو قد يوخى الحكمة هذه الآن إلى الآن مقدمة هذه الرؤية وهذه القصة تشرع الآن الآيات في تدخل الآن من أول مرحلة ليوسف أين في بيت أبيه أول مرحلة أن يوسف يمر بمراحل طويلة متعددة تبدأ الآية الآن آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات الإنسان بعد ما جاء الإجمال في معنى الرؤيا وأنها عالية وأن مقامها عالي غالي يأتي الآن التفصيل واحدة بواحدة جاء الإجمال في المقدمة وهذا الذي يقال له براعة الاستهلال في مقدمة
تفهم السامع مضمون ما ستقوله ولو كان سعد. في هذه الآيات يفهم القارئ للقرآن ما الذي سيجري بالعموم مع ما يأتي من التفصيل، لكن كم ستدوم هذه الرؤية؟ متى تحققت؟ تبدأ في سن 17 تنتهي وتتحقق عندما يتولى يوسف الملك ويأوي إليه أبواه وإخوته ويخرون له سجدا وهو ملك على مصر. قيل في رواية بني إسرائيل، الله أعلم بصحتها وهي طويلة، باتفاق هي طويلة لكن تحديد المدة، جاءت رواية بني إسرائيل أنها 80 سنة، 80 سنة ويوسف غائب عن أبيه، ويمر بمرحلة تلو أخرى. فلا تستعجل حلمك إذا رأيته، ولا تستعجل بشرى إذا جاءته، قد تأتيك في آخر عمرك، في آخر حياتك. ذكية المدسورة مادة يشكون على قصة المصحف، المادة أكيد مقدمة، زورد لا يتكيد بني على نور كلي أين دليل المصحف. يبل يعقوب ينسي ليس تصوب الزنا القران وتصوب نعمو تسير الدنفي وتصوب المقام عليين وتفرر ودي فلور ديال البلدانين وتستعمر وتصعد المسلمين وتصعد الملك وكيف سلسل اجمال سلسل مجمولية ولا تفلو تفصيل درجة بدرجة خطوة خطوة سيف مزين يوسف الميدانيرا الميدو غرض السلطان شحال سنة لأن هي رواية بني إسرائيل 80 سنة وسقارة من المين الحب زمرت مريرها زمرت الضفر ديال السفينة ديالو غرض غرض سهل هادي تبل واحد يسجد مواجي تبل واحد يسجد الخوف ضد الطل كتيني من الفرة كيتراجع فينا في الصغيرات يوسف يعدى كرا المواجي وزنت كرا المواجي كرا البلا كرا المحايل ليعقوب غفس المي ديال البر الامان من المي تتحقق رؤيتي من المي تظهر رؤيتي أفريقيا تلمان طاق 80 سنة لا تستعجل قرار سوق صدر تولد التبشير العالي مثلا بيت العالم السنة سمعنا يمكن راسك لما لتجر العالم ربما في آخر عمرك أبد. إذا تشرع الآيات في تفصيل ما جاء مجملا في المقدمة ببراعة استهلال بارعة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان بالتأكيد لا بالتأكيد لقد كان في يوسف في يوسف أو في قصة يوسف في يوسف وكأن يوسف ظرف ظرف هو المحور الأساسي في هذه القصة وهي الشخصية البارزة العمود في هذه القصة. لقد كان في وكأن يوسف ظرف وحقا هو ظرف هذه القصة وعمودها. لقد كان في يوسف وإخوته آيات وعظة وحكم لمن؟ للسائلين. وكأن هذه القصة مدعاة للسؤال عليها للسؤال عليها وعن تفاصيلها والسؤال عليها دين وشرع و مراقب الوصول إلى هذه الآيات العظيمة الباهرة لرب الأرض والسماوات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعني ذاك السيد أربعة اللقاء أثنى لله ذي يوسف دوات مثنس لا يزل تشرى للشماس يوذيك السيد. أما كان يوسف عليه الصلاه والسلام لا يجب تسوه الدروس يبلي نتسا كي قال دونا لاكتور برينسيبال ديال القصه ديال نتسا عليه الصلاه والسلام يوسف هكذا في المزيكا هذيك المسيتورا هذيك المسيت ديال تيس سيتس انما يبغار الملك انت تمريري ديال المحن ديال البلا ديال البلا يوكا لا ميكي الحق الملك المي 80 سنه باش يديرو رويني ولا إذن لا بأس إذن لا بأس آيات للسائلين وكيف السائلين
الشخصيه في الدين تمسك كي يودي الحاله الشخصيه من الناس تقسيط الدين مش تقسيط المسلمين للتسليه للزهور تقسيط دور الحكم يا لا يلبس الحكمه ديك الصرف كاع ديك الاخلاق ماشي تقسيط سوسيتي الصغرى الله فهمك يا نرى بلوغ نحو الزهور لكن تخرج من الناس اللي شانسون لا القران تسليك للعبره لقد كان في يوسف واخوته ايات من السبيل اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال بدات الاولس لماذا بالغيره الغيره التي ملات والحسد الذي ملا قلوب اخوه يوسف وابغضوهم وارادوا له كيدا وحكموا على ابيهم النبي بالظلم اذ قالوا ليوسف واخوه وهو اخوه ما قالوا اذ قالوا ليوسف واخونا اخوه هو وكانهم غرباء وهذا الحسد الذي يعمي فترى الحبيب عدوا الحسد يجعل اخاك عدوك هذا الحسد الذي هو شر في الكل ما من جسد الا وفيه حسد الا ان المؤمنين يدفعونه ويحاربونه لا يحققونه اما المغرضين والمنافقين ومرضى القلوب يحققون حسده ويمشون معه ويسترسلون في شروره واقتراحاته كما وقع مع اخوه يوسف اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا نعم يعقوب له ميل زائد ومحبه زائده ليوسف هل يلام يعقوب على هذا لا يلام احد في الدنيا على الحب لان الحب لا يملك الانسان هو شعور في القلب وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه مختلف في صحته هذا قسمي فيما املك فلا تملني فيما لا املك وقد قال جل وعلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصت تعدل بين النساء من له زوجتان يعدل بينهما في المبيت في النفقه في الاموال وفي في في الخروج والسفر لكن في المحبه مستحيل ان تعطي قدر المحبة بالتساوي بين الناس بين الزوجات أو بين الأبناء يستحيل هذا لأن الحب شعور داخلي لا تستطيع أن تملكه وله أسبابه النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إليه عائشة كانت أحب النساء إليه من دون النسوة نساء الأخريات هل يلام يعقوب؟ لا يلام يعقوب عن حبه لأن يوسف كما ذكرنا فقد أمه فأحبه زيادة ليعوضه حنان أمه وكان صغيرا والرجل إذا رزق بولد وهو على كبر يتعلق به كان صغيرا يحتاج إلى مزيد رعاية الأبناء كل له رعاية وكل له نصيب من المحبة هذا في الجامعة له نصيب وهذا في الثانوية له نصيب وهذا الصغير يحتاج إلى رعاية زائدة فهذا الذي أوغر صدور إخوته وقالوا هو وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة نحن عشرة العصبة على العشرة 11 كيف يحبون ليس العبرة بالعدد ليس العبرة بالكمية لكن العبرة بالكيفية كيف كان يوسف حتى تزداد محبته ننس يوسف كهماس يوسف كهماس أخوه سنك كهماس بنيامين يوسف بنيامين ثيمة ثيمة ستموت الناس يوسف كجيماس يحملي في الباب ما يكسر ونكون قد غاب شحال يدنا مقل الحسد مثلا يسترغل قلب الانسان ان ما توالي جيماس دعا الناس وحكم الباب السنين باللي يضلل الناس الفكرة يوسف بنيامين يحملي في الباب ما يكسر ونكون قد غا شحال يدنا العصبة 10 يدنا بس القوة ذبت ما عيد الله لي
الفتنات الظالمة بين الله. فيه أن الإنسان يجتهد ما استطاع حتى لا يظهر تفاوت المحبة لبعض أبنائه أو زوجته أو عماله، أو لا يظهر حتى لا تغرس. يون يرون رويس تلس نس يوت الحاجة كيف كيف يثنك البلاء لما كرا يمد يونا دي مد ويا لما كرا يفرق من محبة يكي يقول دايما يتفلو دي ونفويا دايما كيف وزم الغرى أتجير بالحب المحبة تقوز من الغرى أتسلسك الفوسي أتضمن المحبة أتمضي وكا وكا المحبة تقولي فينا يزمات عليك الإنسان والنجب اللي يعقوب يحمل طحنا كي على خاطر دير مصين تمقى حوايج اللي عامل راك فرقيا ويما تسلو لا شي شي بغاز ديال غرب الحنان اللي تيمات يوش شي قبل في الغرص اكثر شويه يما لا غرص اكثر شويه اما انا ميز بلي هو الذي فرق الشركه ودي في السجين راه يوراويس اخي على خاطر الشيطان يتسجل لي بنادم كيتسجل لي الناس ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرح الله يخلو لكم الجرائم. هذا الحل لإشكال الإشكال أن الأب حكموا عليه بالضلال وأنه يحب إخوته أكثر منهم. ما هو الحل؟ جريمة جريمة بسرقة الإسرار والترصد لإعدام يوسف. هذا هي نيته ومقاله أن يعدم. داش الجرمة الحلي وغير فكر بابا تسلي حمل دمات سن يوسف أكبر أكثر سن يوسف داش الكار داش السفرة يمكن بسر يمكن أنا فرنسي بغير غير فكر ديكزيكسيون هذا النوع يوسف نسول أغبا دي سيدا تخدم القاع يبلي الحل يوغي لي فكي بوين لنكا هذا النوع يوسف في مدسة الضبع من 7 سنين 10 سنين هذا النوع أمشي هذا النوع دائما نولي ان شاء الله تعالى مش اسكر استخلص ان شاء الله تعالى نسال الله لنا بالتوفيق والتيسير والسداد والفلاح وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.